اختلفت الآراء واختلفت المعلومات الخاصة بأنه كيف نكون من الثابتين مع الإمام الحسين عليه السلام. صراحة هو من المواضيع اللي جدا مهمة، لأنه الثبات يحتاج قوة، يحتاج صبر، يحتاج عزيمة وإرادة. كل شيء بحياتنا هذا نشوف احنا ونلاحظ لما نريد نبدي به، يمكن فترة ونمل أو فترة وأنه نقطع هذا الشيء أو نتركه، لكن الثبات على مبدأ أو عقيدة أو مذهب معين هذا أهم مثلا من أنه أنا أفكر مثلا نظام غذائي معين، أو أفكر بعادة معينة أنه أنا أبطلها، أو عادة جيدة أكتسبها. هذا الشيء أهم، هذا الشيء مطلوب لآخرتنا. فلما نفكر أنه نكون من الثابتين على عقيدة وحب الإمام الحسين عليه السلام، هذا الموضوع جوهري ويراد له أنه نخطط له وندرس خطوات معينة، من ضمنها إسراء التخطيط لحب وثبات الإمام، الثبات على مبدأ الإمام الحسين عليه السلام. إحنا استلمناه ولله الحمد، هاي النعمة الكبيرة أنه إحنا أخذناه من آبائنا وانزرع، هو مزروع وموجود في قلبنا، لكن شلون نثبت عليه؟ شلون أنه يبين علينا، صح، تظهر مظاهر الثبات على حب الإمام الحسين عليه السلام. ما يكفي أنه أنا فقط أحب الإمام الحسين وأعيش حياتي طبيعية في هذين الشهرين، كأنه ماكو أي شيء، ماكو أي حدث مهم في هذين الشهرين. قول الإمام الصادق عليه السلام يعني واضح، نعم، وصريح: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. نعم. اليوم إحنا عندما نقول نحن نحب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هذا شيء لا يكفي. مثل ما تفضلتي، إحنا زرعنا زرع حبهم في قلوبنا منذ الصغر، نشأنا على حبهم، هذا الشيء أكيد. لكن شلون اليوم احنا نعكس صورة أهل البيت من خلال تصرفاتنا؟ نعم. يعني احنا مثل ما خالين فقرة كن حسيني عدة أمور تناولناها من بداية محرم ولحد الآن، شلون نكون حسينين من خلال تصرفاتنا ومن خلال أخلاقنا. نعم. هذا الشيء مهم جدا، وهو الثبات على مبدأ الإمام الحسين من خلال الثبات على الأشياء التي من أجلها ضحى الإمام الحسين بنفسه. أحسنتي إسراء. ضحى يعني بنفسه. نعم. من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء راية الحق، زهق الباطل، الشرف، الشجاعة، العزة، الكرامة، كلها إحنا لازم كل تصرف من تصرفاتنا يعكس سلوك الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. أيضا التغذية الفكرية، ممكن أنه من خلال مسيرتنا أو من خلال مشينا نأخذ فد كتيب خاص عن الإمام الحسين عليه السلام، عن حياته، عن مسيرته، عن أهدافه، عن عظمة الإمام الحسين. نتفكر بهذه القراءة أو بهذا الاطلاع. إذا ما قدرنا نحمل كتيبات، موجودة اليوم ما شاء الله العلم على شكل PDF بموبايلاتنا. أحسنتي. آلاف الكتب ممكن نحملها في آيباد فقط واحد. حتى طريق لبيك يا حسين. نعم. طريق يعني أحسنتي. زوار أبي عبد الله، يعني إحنا سدى نلاحظ الزوار دي يتفاوضون. نعم. إلى مدينة كربلاء المقدسة، راح تصادفهم أيضا مخيمات صغيرة. هذه المخيمات اتعلمك حتى على قراءة سورة الحمد. نعم. اتعلمك على أشياء مثل ما قلتي، كتيبات هناك يعني مشكورة، العتبات المقدسة ما قصرت، تنشر الوعي الثقافي الحسيني خاصة في طريق زوار أبي عبد الله الحسين. أكو زوار يجون إلى مدينة كربلاء، إحنا مثل ما نسميهم على فطرتهم، على نيتهم. يعني مثل هسه واحد يقول شنو هي سورة الحمد، وحتى خيمة قاعدة تعلم الزائر سورة الحمد. أنا دا أقول له أكو زائر اليوم جاي على يعني نيته، على فطريته، يجوز عنده أخطاء بسورة الحمد. صحيح. ما بيها الشيء اليوم من يتعلم. نعم. اليوم إحنا إذا نريد نتعلم مهما كبرنا بالعمر، يعني بالعكس أحس هذا وعي. نعم. أحسنتي، هو أساس إحنا ارتباطنا بالإمام الحسين عليه السلام، هو يوصلنا للارتباط بالله سبحانه وتعالى. صحيح. مثل ما ذكرتي أنه أنا لما أحب الإمام الحسين أوصل إلى طريقة اللي هو طريق الله، قراءة القرآن بصورة صحيحة، الشباب اليوم الصلاة. أحسنتي، شباب اليوم بيخلي هيدفونات بإذنه، قصائد حماسية كذا لا بأس، لكن هل فكرتوا أنه مثلا تخلون أدعية دعاء العهد مثلا للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، الصبح أنا طلعت مشاية أستمع إلى دعاء الصباح، يعني أقدر في الطريق أنه أختم القرآن الكريم أو أجزاء من القرآن الكريم على طول الطريق، وقت استراحتي أقرأ لي صفحة صفحتين بالموبايل، أو أنه أنا حامل كتاب يعني صغير للقرآن الكريم في حقيبتي. كل هذه الأمور هي شنو مبدأنا، أنه أولا وأخيرا إلى الله سبحانه أكيد. وتعالى، وهو يعني طريق الإمام الحسين هو طريق الله. أكيد. نعم. هو طريق الإمام الحسين هو طريق الله.
إذن يجب أن نكون اليوم من الثابتين على مبدأ الإمام الحسين عليه السلام من خلال الالتزام بكثير من القواعد الأساسية التي من خلالها نعكس اليوم أخلاق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. والدليل على كلام اليوم حتى في بلاد المهجر عندما نكون هناك متواجدين من خلال أخلاقنا من خلال ثقافتنا الحسينية ده نعكس هذا الشيء، حتى الطرف المقابل الشخص الأجنبي ده ينبهر بأخلاقنا وده ينبهر بثقافتنا، وكثير منهم دخلوا أصلا إلى الدين الإسلامي من خلال هذا الشيء.